يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. زيارة إلى إحدى المدن فذهبت مع وفد من جمعية خيرية إلى بعض البيوت لتوزيع صدقات، فكنا نطرق الباب ونعطي الصبية أو نعطي المرأة ونمضي، فطرقنا الباب وقد أقبلنا على البيت وإذا هو الباب عليه حديد والنوافذ عليها حديد، ثم تكلمت امرأة من وراء الباب فلما علمت أنهم الجمعية الخيرية فتحت الباب وأخذت الصدقة، فلما عرفتني قالت يا شيخ عندي طلب. قلت تفضلي يا أختي. قالت زوجي محكوم عليه بالسجن كذا وكذا سنة وسوف يخرج بعد 9 أشهر. قلت الحمد لله، وظننت أنها ستطلب أن نشفع له في أن يخرج في رمضان قبل أن يكمل 9 أشهر في العفو. قالت أريدك أن تكلم المسؤولين ليبقى مدى الحياة. قلت أعوذ بالله، لماذا؟ قالت زوجي مدمن خمر وقد رزقني الله 4 بنات منه وكنت أصبر عليه، فلما رزقت بولد كبر هذا الولد، ولما وصل الولد بلغ معه السعي، صار الولد يمشي 1.5 أو 2 سنين، كان في يوم من الأيام سكران أو ربما أضاف إلى السكر تعاطي أيضا. تقول فأخذ ينظر إلى الولد وهو سكران، ثم أخذ يقول هذا الولد لا يشبهني، أنت عملت شيء، أنت من فعلت معه كذا. تقول وأخذ يضربني وأنا أصرخ أعلم أن السكران، ثم أقبل إلى الولد الصغير يهزه، من أبوك؟ من أبوك؟ اعترف من أبوك؟ تقول ثم أخذ يضرب برأس الصبي في الجدار حتى مات أمام عيني. تقول والله أن الدم يخرج من أنف الولد ومن أذنيه وأخواته يصرخن. دخل السجن سنوات، ثم طالبنا أن يعفى عنه وتنازلنا فخرج، فصلح حاله 2 أو 3. تقول فرزقت بولد آخر، ثم لما وصل عمر الولد 2 سنين وإذا الأب قد عاد إلى سابق عهده من شرب الخمر وربما التعاطي معه. تقول فهو يسكر وربما تعاطى، والخمر أيها المسلمون يبدأ الإنسان ربما بتدخين ثم يتبعه بالحشيش وما شابه وربما جعل مع ذلك الخمر، لا تتبعوا خطوات الشيطان. تقول فنظر إلى الولد وهو سكران غائب العقل، وأعاد القصة نفسها، فقمت والتقطت الولد فغلبني عليه وأخذه مني وجعل يهزه كما هز أخاه، ثم أخذه إلى النافذة الزجاجية وجعل يضرب رأسه بالزجاج حتى تكسر الزجاج برأس الصبي. تقول والله وأنا أنظر إلى الدم يسيل وأخواته ينظرن حتى مات الغلام بين يديه. تقول والآن حكم عليه سنوات أيضا ودخلت الشفاعات وأنه سيتوب، والآن أخشى أن يخرج ويعود إلى ما كان عليه أو يعتدي عليه وعلى بناته، وأنت ترانا قد لبسنا بيتنا بالحديد خوفا من أنه إذا خرج كيف يسعى في جنون من عقل. والله العظيم لو كان عندهم حمار مربوط في البيت لهو خير لهم من هذا الأب. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، املأ الأرواح حبا أبيضا وانسى آلاما قضت فيما مضى، هذه الأيام تحلو بالرضا، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.